الخامسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز أهم الأخبار من عاصمة الخبر. أعلنت كوريا الشمالية محاكاة انفجار نووي باستخدام صاروخين تكتيكيين باليستيين أرض أرض، بالإضافة إلى اختبار نظام الأسلحة النووية تحت الماء. وخلال تفقده برنامج الأسلحة النووية ومناقشة خطط عمليات الهجوم النووي المضاد مع القادة العسكريين، طلب زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون الجيش بزيادة إنتاج المواد النووية المستخدمة في صنع الأسلحة ورفع الجاهزية القتالية لاستخدام الأسلحة النووية وجعل البلاد وترسانتها النووية جاهزتين تماما لاستخدامهما واللجوء إليهما في أي وقت. في غضون ذلك وصلت السفينة الحربية الأمريكية USS نيمتس ميناء بوسان بكوريا الجنوبية، هذا وتحمل السفينة الحربية الأمريكية عشرات الطائرات المقاتلة، وذلك في إطار المناورات البحرية المشتركة بين واشنطن وسول. هذا وذكرت بيونغ يانغ أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل تصعيد أنشطتها المعادية إلى مستويات جنونية وغير مقبولة. من جانبها انتقدت كوريا الجنوبية الأنشطة النووية لجارتها الشمالية مؤكدة أنها تزعزع استقرار المنطقة والعالم، كما انتقدت سول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وأكدت على أهمية إطلاع المجتمع الدولي على الحالة الخطيرة والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان هناك وضرورة مراجعتها من قبل الجهات الدولية المعنية في أسرع وقت ممكن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ فائق السرعة مضاد للسفن على هدف زائف في بحر اليابان. يأتي ذلك في إطار تواصل الأنشطة العسكرية الروسية في بحر اليابان على خلفية نزاع إقليمي بين موسكو وطوكيو حول عدد من جزر المحيط الهادي. في هذا الإطار أعلنت وزارة الدفاع الروسية قبل نحو 3 أسابيع أن غواصة روسية في بحر اليابان ضربت هدفا بريا على بعد أكثر من 1000 كيلومتر بصاروخ كاليبر كروز خلال تدريب عسكري. قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر سليمان جنوبي المحيط الهادئ. وأوضحت الهيئة أن الزلزال كان على عمق 86 كيلومترا شرق ولاية بوالا، بينما لم تصدر الهيئة أي تحذيرات حول وجود موجات مد عاتية تسونامي بعد وقوع الزلزال. انتهى الموجز، ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القارنيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.